في زيارة وصفها بالمهمة الأولية إلى مدينة بورت سودان، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمطان العمامرة قادة أطراف الصراع في السودان إلى اتخاذ إجراءات فورية لإنهاء هذه المعاناة من خلال التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في البلاد. وأردت أن تنطلق مهمتي كمبعوث شخصي لأمين عام الأمم المتحدة للسودان رسميا على أرض السودان. إذن عملت على برمجة هذا اللقاء مع سيادة رئيس البرهان، وكذلك على مشاورات مع العديد من المسؤولين وشرائح المجتمع المدني، واستطيع القول أني تعلمت الكثير فيما يتعلق ب حقائق السودان الحالية وتطلعات إلى مستقبل أفضل. مشاورات مع عدد من المسؤولين والسياسيين وقادة المجتمع المدني أجراها العمامرة تلقي الضوء على ملابسات الحرب في السودان وأبعادها الإقليمية والدولية، إضافة للأوضاع الأمنية والإنسانية وموقف السودان بعد تعليق مشاركته بجهود الوساطة التي تقودها إيجاد، متعللة بفشل المجموعة الإقليمية في تنفيذ مخرجات القمة الأخيرة في جيبوتي. شرحنا للسيد العمامرة الأسباب التي أدت إلى الحرب، وكما شرحنا أجواء ما قبل الحرب، وكيف أن الاتفاق الإطاري ودمج قوات الدعم السريع المتمردة في الجيش كانت من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا الوضع الذي نحن فيه الآن. وخلافا للتعقيدات التي صاحبت فترة خلفه فولكر بيريتس، يأمل قطاع كبير من السودانيين بزيارة العمامرة أن ينجح في إيجاد حل عاجل للأزمة، أو على الأقل وقف إطلاق النار. زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمطان العمامرة إلى السودان تأتي في سياق عدد من الجهود الإقليمية والدولية لوقف الحرب، لكن ما ينقص هذه الجهود تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وصدق النوايا. لقناة اليوم محمد العبادي، بورت سودان.